الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. أنا سعيد بالحضور الساعة هنا، وخاصة في الأنشطة هذه اللي تعين أو تساعد على الحركة اللي هي توا مشكل كبير في المجتمعات الكل، وخاصة في المجتمع التونسي اللي العباد بعدت على الحركة خاصة في استعمال السيارات بسبب العديد من الأمراض المزمنة ولت حتى في حالة وبائية. دونك أنا سعيد في الحكاية دي، والبلدية بالطبع كعادتها تشجع على الأنشطة هذه، وخاصة أنها بمبادرة أو بالتعاون مع مؤسسة اقتصادية زاد هذه سابقة في القيروان. ألف عبان عضوة بالنادي البلدي لألعاب القوى بالقيروان. نظمنا هذه التظاهرة اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم الناس كل، بالشراكة مع مؤسسة أدوية القيروان. هي عبارة عن سباق على الطريق، معناها فما أربع سباقات، وزيدا عملنا حملة صحية توعوية حول الأمراض الغير سارية، عملنا تقصي السكري وضغط الدم، التحسيس بأهمية تقصي سرطان الثدي، حاولنا معناها نجمعوا بين الصحة والرياضة. احنا التظاهرة ذي باش تكون سنوية، إن شاء الله المرة ذي نكون وفقنا ونجم يكون فما بعض النقائص، أما إن شاء الله من عام من دورة لأخرى نزيدوا نحسنوا قدرة ربي. الشراكة هذه مع المؤسسة أدوية القيروان باش تكون سنوية، والتظاهرة هذه نوعدكم باش تكون سنوية، باش تولي سمي ماراثون وماراثون ودولية إن شاء الله. مهدي سلميتي، نائب رئيس النادي البلدي لألعاب القوى بالقيروان. اليوم موجودين في ساحة التسقية بمناسبة تنظيم الدورة الأولى لسباق على الطريق اللي وقع تنظيمه من طرف النادي البلدي للألعاب القوى بالقيروان بالاشتراك مع شركة أدوية القيروان. كما تشوفوا أجواء ممتازة، سيارات أنواع وأشكال، كبار صغار، أنشطة متعددة، ديستون فيهم كل ما هو صحي، يعني أجواء ممتازة. إن شاء الله يتم بمناسبة هالتظاهرة هذه الانفتاح أكثر على أكثر مؤسسات موجودة في الجهة لتنشيط البلاد أولا، ولتعريف برياضة ألعاب القوى وبالنادي البلدي ألعاب القوى. رفيق بن عامر مندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقيروان. اليوم نحيو تظاهرة رياضية نوعية فيها شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، اللي هي متمثل في النادي البلدي لألعاب القوى ومؤسسة خاصة لتوزيع الأدوية، تندرج ضمن معناها العلاقة الوثيقة بين الرياضة والصحة، وهو توجه استراتيجي لوزارة الشباب والرياضة، معناها بدينا نعمل عليه هنا في ولاية القيروان. وكذلك نشوف الرياضة هي تخدم أكثر من مجال. اليوم نتواجدوا في معناها مكان اللي عنده رمزيته في معناها مدينة القيروان وهو الفاسقية، وبذلك الرياضة تخدم معناها الثقافة والسياحة والصحة. عمر المكري من ولاية قروين، واليوم عملت حاجة بيها، جيت بريمير في البطولة، جيت كاتريام، ما عملتش حاجة بيها. مدار زينب السيدي نحرت وكيم، ودترنا عند مدام رفقة العمير الثانية زين ليه قاعدة نحضر كومبيتيونات كل أنا سجل حاضر لهم، ما جيني حتى كومبيتيون صدفة، ديما نحضر ديما بريمير. من المرة هذه جست تحت ما خطفتنيش باش انهم يتابعوا سبور، خاطر حاجه بها على الاخر ما صحيح فرشاي. تظاهرت برك الله لمت شباب وكهول وشياب، واحنا في البرنامج نتاعنا عملنا انيماسيون لجميع الفئات العمريه. مرحبا بالناس الكل، لازمني نشكر لهنا جميع الاطارات الجهويه بالقيروان على الوقفه نتاعهم، هي اولى وان شاء الله تولي عاده في القيروان. بلال الجوادي امين مال النادي البلدي لألعاب القوى بالقيروان. جو كبير برشا في القروان، وانشطه الصغار والكبار، ومسابقات لجميع الفئات، النخبة لماستير، وإن شاء الله نكون قدمنا المطلوب. الدكتورة عفاف الجزاني طبيبة الأعوان بمستشفى ابن الجزار، وحدة الأغالبة الاختصاصات الجراحية،
اليوم شاركنا في اليوم ذي متاع التقصي للأمراض الغير سارية، عملنا تقصي ضغط الدم والسكري، عرفنا بغسل اليدين بمشاركة لدرجة هوية للصحة، تقصي سرطان الثدي والتوعية، توعية النساء على كيفية التقصي لسرطان الثدي، صحة الفم والأسنان بمشاركة طب الأسنان، مع الرياضة، دور الرياضة في الحماية من الأمراض السارية. هذيك هاو شاركوا معنا الطلبة متاع الانستيتيو سوبيريور اللي عندنا متاع السانتي، مشاركة برشا أطراف كما تراو، فما مظاهرة مزيانة نعديو فيها في دي ميساج للتوعية، ميساج للتقصي، وإن شاء الله ديما بكلكم تكونوا بخير. اليوم جينا باش نشاركوا في السيمينار اللي صار في الفسقية، اليوم جينا باش نقيسوا ضغط الدم وباش نقيسوا السكر زايدة وباش نوصلوا باش نشوفوا معناها الأمراض السارية شنو قاعد يصير توا، خاطر برشا عباد توا قيسنا لهم الكل اكتشفنا اللي هما يبدا عندهم السكر طالع، وبرشا عباد خاصة مرضى بالدم والكل ما يعرفوش عندهم ضغط الدم، ما يعرفوش لي فالور نورمال. اليوم احنا عملنا الحملة هذه باش تكون توعوية أكثر منها كل شيء، وميم طون زادة باش تكون تقاسي لبرشا أمراض، خاطر برشا عباد يجيو عاديين ما في بالهمش اللي هما عندهم السكر، اليوم نكتشفوا اللي هما عندهم السكر ومستحقين باش يعملوا التحاليل نتاعهم اللازمة. احنا معاه باش العبيد معناها كمان معناها تتقدم الكل وباش تعرف برشا حاجات على الامراض نتاعها، وهذه حمله نورمالمون لازم ديما تصير، والقروان مسحقه الحاجات هذوما، مسحقه العبيد انها تولي تتعلم والعبيد تولي تعرف اكثر. عاد الحفيظ نادي الرياضي الحمايه المدنيه، بطل العالم 2019 داخل القاعات لرياضه العاب القوى ماستر، اليوم عملنا سباق 4 كيلومتر الحمد لله فوز عن جداره. نشكر لجنه التنظيم، سباق ممتاز، كل الخطوط واضحة نتاع السباق، تنظيم محكم. أنا اليوم حسيت روحي في عرس رياضي بالحق، ونحب نوجه تحية لهالناس اللي لعبت الرياضة الكل، هذه فرصة باش نمارسوا النشاط الرياضي في الجمهورية كاملة. احنا كل مرة نجريو كل جمعة ولا جمعتين نجريو في بلاصة، أحسن حاجة أن نلعبوا الرياضة لأنه العقل السليم في الجسم السليم. ان شاء الله نكون اليوم هالسباق هذا يعطينا تحذيرات لبطولة العالم اللي مصير في شهر جويليا في فنلندا، ان شاء الله اليوم اكبر حافز هذا، وان شاء الله الانتصار هذايا يشجعك الوليدات الصغار باش يلعبوا كيفنا وكل شيء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.